أحبائي شخصية يسوع وهوية يسوع متميزة جدا لا مثيل له واحد من نوع فالمسيح مكتوب عنه أنه كلمة الله الذي اتخذ جسد في ملء الزمان والمسيح جاء ونزل من السماء ورجع الى الاب وهذا واضح طبعا من خلال البشائر الاربعه في الانجيل المقدس. فهو ليس شخصيه ارضيه جاء من السماء بل هو كلمه الله. وخمس امور اللي بتاكد على آه على تفرد وتميز يسوع المسيح، ويمكن عدتها عده مرات وللفائده اكررها مره اخرى. المسيح ولد ولادي عذراوية أي ولد من عذراء بدون أن يمسس مريم أي بشر يعني ولد من روح الله بدون رجل فالشيء الثاني اللي بيقولنا لم يتورث الطبيعة الخطاءة فالمسيح هو الوحيد الكامل بلا خطية لم يفعل خطية لم يعرف خطية لم توجد فيه خطية بل تحدى الناس من منكم يبكتني على خطية شيء الثالث تتميم النبوات في شخصية المسيح وهذا استحاله إن تتم نبو... مئات من النبوات في شخص واحد، وهذه النبوات مش مجرد تكهن، نبوات من الاف السنين من مئات السنين، انبياء مختلفون على ازمنه وعصور، وكل واحد بيقدم يسوع المسيح من زاويه. الشيء الرابع اللي بيميز هويه يسوع المسيح انه هو اله كامل. وانسان كامل في اتحاد كامل الطبيعتين في اتحاد كامل لكي يقوم بعمليه الفداء والشيء الخامس انه تجسد الكلمه ولد يسوع لكي يموت اي لكي يخلص الناس من خطاياهم وهذا ما تميز به المسيح لم ياتي من جسد العذراء حتى يكون سوبرمان ويعمل عجائب ومعجزات ولكن لا جاء خصيصا من أجل الصلب من أجل الموت من أجل الفداء الكامل من أجل القيامة المجيدة فهذا ما يميز يسوع المسيح فإذا ما الذي يميز يسوع وكيف ندرك هذا الشيء مع أن المسيح في كل شيء متفوق في لقاءاته ومعاملاته مع الناس متفوق في معجزاته متفوق في تعاليمه متفوق في حياته الأدبي الأخلاقي قدوس بار متفوق فلا يوجد نبي في هذا الوجود أصلا عيب أن نقارن أي نبي أو أي شخصية في الوجود بالمسيح يسوع وهذا طبعا مش مجرد كلام إحنا العرب مثل ما بنعرف أنه الكلام معلوش جمرك أو ما عليه ضريبة فإحنا ممكن نتكلم الكلام ونرميه ولكن بدون البراهين والأصعب إذا ممكن أنه يعني نبرر موضوع الكذب فإذا مستعد نكذب حتى ندل على ديننا أو نبرهن عقيدتنا ولكن المسيح كامل بريء كل البراءة طاهر قدوس بار فإذا كل هذه الأمور تجعل المسيح متفوق والبراهين كثيرة